نرحب بالحضور الكرام كما نرحب كذلك بالطلبة والبراعم حملة كتاب الله لهذه الحصة، حصة حامل كتاب الله. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة بناء على طلب البراعم أردت تقديم هذه الحصة الجميلة إن شاء الله لتشجع النشأ على حفظ كتاب الله. نبدأ كما العادة دائما بآيات من الذكر الحكيم مع البرعم والطالب بالأبيض محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أن يؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله. صدق أجدد شكري مرة أخرى للقائمين على الحفل وكذلك الحضور، وأطلب من الإمام الأبيض المصائم يشرفنا ويتحدثنا بكلمة من عنده إذا كان. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله بالمحامد كلها أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن خير ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله. حديث الرسول فيما معناه أن المعلم إذا قال للتلميذ: قل بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله له براءة من النار، وكتب الله براءة لمعلمه، وكتب الله براءة لوالديه. مع الحديث مجرد ما يقول له قل بسم الله بركة، يعطيه ربي براءة للتلميذ ما يدخلش النار، وللمعلم بتاعه ما يدخلش النار، ووالديه ما يدخلش النار. والدين قال القرآن ألبسهم الله تاج يوم القيامة. يوم القيامة ربي والدين يلبس التاج، وأي مزية كهذه المزية حفظ القرآن وصدر أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. يكفي كشف أثر أهل الله. أهل الله أهل إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. كل ما كانت قاعد ثواب كل حرف حسنة ألف لام ميم ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، كل يقول أهل الله تكفيك أنك تعود من الله فامي تعسيد ربي تكفيك. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. على كل حال الشكر موصول للقائمين على هذه المدرسة. من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
بارك الله فيهم جماعة الجمعية اللي قائمة على هذه المدرسة والمعلمين اللي قائمين على فريدة إكبادنا، ربي يجزيهم عنا كل خير وربي يحفظ القائمين على هذا الحفل وعلى هذه المدرسة كذلك، وبارك الله الجميع وتقبل الله منا ومنكم شهر الصيام والقيام، والله يبارك لنا وإياكم فيما بقي من رمضان ويبلغنا رمضان الذي يلي إن شاء الله. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة المدينة إن شاء الله، الله يجعلنا وإياكم من العتقاء إن شاء الله، بركة هذا الصبيان بركة هذه البلاد إن شاء الله الصغار، الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله الحاضرين والسامعين، الله يجعلنا وإياكم من العتقاء في هذه الليلة من نار شر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمين أمين الحمد لله رب العالمين. أشكر الإمام مصطفى على الكلمة الطيبة وواصل البرنامج كما جرى العادة دائما. الحقيقة أنه تحضرني قصة هنا في حادثت وأنا سمعت شخصيا من الإمام مصطفى في أحد خطبه خطب الجمعة أنه الشاعر الكبير والمشهور الفرزدق كيف حفظ يروي كيف حفظ وقصته مع القرآن، قال دخلت معادي البصرة يوما ما وكان عليها علي بن أبي طالب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأراد الأب أن يشكر الطفل فقال له أن هذا ابني هذا ينظم الشعر ويقول القارئ، فقال له لولا أن علمته القرآن لولا أن حفظ القرآن كان أحسن له، معليش يقول الشعر بصح كان أفضل له، فقال الشيخ او الشاعر الفرزدق حضرت هذه الحادثه ووقعت في نفس الطفل فقرر الا ان يربط نفسه ولا يعتقها حتى يحفظ القران، وكان له ذلك ربط نفسه في عمود في سقف البيت وعقد العزم على حفظ الكتاب حتى حفظه، لم يفك نفسه حتى طبعا كان يفك نفسه فقط لقضاء حوائج، لكن عندما وقعت كلمة الإمام علي بن أبي طالب في نفسية الطفل فعلت فعلتها وبالتالي احفظ القرآن الكريم. كذلك عندي بيتين أردت المشاركة فيه في هذه الأمسية المباركة، البيتين من بحر متقارب هو أسهل البحور، مش أسهل البحور لكن من أبسط البحور الشعرية، أقول في مطلع هذه القصيدة: فأنت السعيد وأنت الحبيب إذا ما حفظت الكلام الصواب، فخير الرجال الحكيم اللبيب وخير العباد حفوظ الكتاب، هلموا هلموا بنين البنات لحفظ الكلام العزيز الوهاب. أتشكر كذلك التعليم مرة أخرى والنشر الحامل والحافظ لكتاب الله، قلنا دائما واصل واصل لأنه أشرف سبيل وأزكى شهادة ممكن يخرج بها الإنسان من هذه الدنيا هي شهادة حفظ القرآن، أن يمتلئ جوف ابن آدم القرآن، هذه أفضل حاجة وشهادة في الدنيا ككل. أرجع أوحي الكلمة كذلك لطفل محمد الأبيض في يسرد القائمين قائمة الجوائز الطلبة. رمضان يا شهر القرآن فيك حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما، تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع طلبة مدرسة تاج الوالدين بعين الجبل، أود أن أشكر جميع من ساهم في هذا الحفل الكريم سواء من قريب أو بعيد، وأكثرها وأحبها أصحاب المبادرة أي المسمات بعنوان كتاب الله في الطبعة الأولى. ونتمنى هذه المبادرة أن تكون ليست في طبعتها الأولى فقط، بل لطبعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، حتى وأن تكون على شكل ولادة. وعلى رأسهم الشيخ بديع إسماعيلي وأصحابه الذين قاموا بهذا الحفل. وثانيا أشكر أيضا الحضور الكرام الذي بهم زاد المنظر الحفل أو منظر الحفل جمالا وابتهاجا. وبهذا الحفل الذي كرم حوالي 50 طالب وطالبة، منهم 30 طالب و 20 طالبة، هذا كل ما كرم. وأود أن أشكر كل الحاضرون والسامعون، وأقول لكم بوركتم وجزاكم الله كل خير عنا. شكرا. أشكر الله. الله يحفظك ان شاء الله. حاج مصطفى كلمة قدامك مرة هنا. كلمة الله يبتعد. صلاح دير فيديو دير. كلمة اللي جمعها الله يحفظك. أطلعك مرة كل واحد في بلاصته وخذوا صور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. تغمرني الفرحة وتكلأني المسرة وأنا أقف بين أيديكم، وما جئتكم اليوم متفيقها ولا متشلقا ولا معلما بل محبا. والمحبة لا تباع ولا تشرى ولكنها عطية من عطايا الله، وقد كفاني أني أحب وأن المرء مع من أحب يحشر. يكفينا فخر وشرف أن نحب أهل القرآن، نحب أهل القرآن، نحب وليدات هذول، نحب أهل القرآن. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة في معنى الحديث: ما فرح الصحابة بمثل فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ذلكم الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة؟ قال الرسول: ما أعددت لها؟ قال له: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قالوا: المرء مع من أحب، وقد كفاني أني محب وأن المرء مع من أحب يحشر. إن شاء الله نحشر مع أهل القرآن. آمين. مع هذا الصبيان وهذا البراء إن شاء الله بركتهم إن شاء الله. وكان واحد السيد كانوا الأوائل السابقين بكر بينات يتباهون بالمحبة، يداووا بعضهم بعض بالمحبة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومرض صاحبه محمد بن الحكم راح يطل عليه، قال: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذاري عليه، وأتى الحبيب يحودني فبرئت من حذاري عليه، فبرئت منها. مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذاري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. المحبة لها حاجة كبيرة. وكانوا الصالحين يحذروا يقول لك: احذر الناس ان يروك حبيبا او محبا، واذكر بني يعقوب قد ضللوا من احب وهو ابوهم ثم ظلما قد شردوا المحبوبة. سيدنا عمر الخطاب الكلمات التي رفع بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق قال: ذهب الذين احبهم فعلى الدنيا السلام، لا تذكرين العيش اللي بعدهم فالعيش بعدهم حرام، اني رضيع وصالهم والطفل يؤلم الفطام. الله يجعلنا واياكم ان شاء الله من المتحابين في الجنه. الحاجه دخلنا الجنه ان شاء الله هي المحبه. ربي يوم القيامه يقول: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. المتقين هذه الناس اللي تحب بعضها بعض، اللي تشتي بعضها بعض، اللي تعز بعضها. والقاسم المشترك بيناتنا هو محبه اهل القران. هذا الصبيان اللي يقراه وهذا المعلم اللي يبغى، القاسم المشترك هو محبه القران ان شاء الله. الله يجعلنا واياكم ان شاء الله من المتحابين في الله، من المتبادلين في الله، ومن المتزاورين في الله. والشكر موصول لهذا الجماعه اللي هم قائمين على فلذات اكبادنا، هذه الجماعه اللي هم يقروا في وليداتنا سواء الجمعيه ولا المعلمين. الشيخ عادل اللي هم قائمين بالتعليم، ربي يحفظهم وربي يجزيهم عنا كل خير ان شاء الله. هذا اللي هم يقرون في وليداتنا ويعلمون في وليداتنا، ربي يجزيهم عنا كل خير. واحد اخر ذكر السعاده. حاجه عبد الله تعرف خان احمد الود.
دعوة الخير البدع اسمح الله يا حبيبي. نبداو بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ بديع إسماعيلي وكل الجماعة اللي راه معاه والشيخ أحمد تاع الجمعة والجماعة اللي راه معاه إن شاء الله ربي يجازيهم إن شاء الله على نيته إن شاء الله. اللهم يا فالق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى اعطي لكل امرئ منا من الخير. إن شاء الله الجماعة الحاضرين الله إن شاء الله يقبلنا بالمقبول فينا. آمين. يرحمنا بالمرحوم فينا ويسترنا بالمستور فينا وينصرنا بالمنصور فينا. إن شاء الله المديون ربي يسلم. واللي مريض ولا عدو مريض ربي يشافيه له. واللي عدو غايب ربي يرد له. واللي في قلبه حاجة تاع خير ربي يقضيها له إن شاء الله. أصحاب المحاضرة اللهم بارك في هذا البراع إن شاء الله. الله يبارك فيهم وفي المعلم تاعهم وفي الجماعة تاعهم يا رب العالمين إن شاء الله. آمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعلنا فيه من عتقائك من نار. الله إن شاء الله يبارك لنا فيما بقي من رمضان ويبلغنا رمضان الذي يليه إن شاء الله. آمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة المدينة يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة من إن شاء الله بركة رمضان الفضيل وبركة هذا الصبيان إن شاء الله. اللهم احفظ بلادنا الجزائر. آمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر. اللهم احفظ حدودها واملأ سدودها وجنب أهلها الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بركة هذا الصبيان إن شاء الله وبركة رمضان الفضيل وبركة القدر إن شاء الله. اللهم احفظ الجزائر وشعبها. اللهم احفظ الجزائر وأمنها. اللهم احفظ الجزائر ورئيسها. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والربا والزنا والزلات وسائر المحن يا رب العالمين. إن شاء الله بركة هذا المجمع هذا الناس اللي حاضرة في هذه الدقيقة إن شاء الله لعلها لحظة استجابة. إن شاء الله اللي في قلبه حاجة خير بيقضي إن شاء الله. آمين. إن شاء الله اللي في قلبه حاجة خير بيقضي إن شاء الله. آمين. يا رب إن شاء الله اللي في قلبه حاجة خير بيقضي. اللي دوى على عمر الدار ربي يعطيها له. اللي مديون ربي يسلكه. اللي دوى على خدمة ربي يعطيها له. اللي دوى على زواج ربي يزوج. اللي دوى اللي في قلبه حاجة خير بيقضي إن شاء الله. آمين. آمين. يا رب بركة هذه المجموعة بركة هذه الليلة إن شاء الله اللي في قلبه حاجة خير بيقضي إن شاء الله. آمين. اللي طالب طلبة إن شاء الله الباب مفتوح إن شاء الله. كل واحد يقول هذه خاطر إن شاء الله. آمين يا رب. محمد وآله والبخاري ورجاله والقرآن وأسفاره بسم الفاتحة وكل صالح وصالحة نقرأ الفاتحة بعد ما البركة والعطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.